في رجال كل ليلة بيجي على الكنيسة بذات الوقت الساعة 8 بالليل، بفوت بينحني بيقول مساء الخير يا رب، وبيحمل حاله بيبرون ظهره وبيفل على السريع كل ليلة كل ليلة كل ليلة. بقي هيك على وقت كتير طويل لحتى انزعجوا منه ولاد الرعية وقرروا يخبروا الأبونا انه شو قصته هيدا الزلمة كل ليلة ذات الشي بفوت نص دقيقة بيحكي هيدا الجملة وبفل. قرر الأبونا يكتشف شو عم بيصير شخصيا، وبهيك صار. قام نطروا الأبونا والساعة 8 تماما مثل ما كل ليلة بيجي، اجا هيدا الرجال على الكنيسة وفات وانحنى وقال مساء الخير يا رب وبرم ظهره وفالل. هو وفالل عيط له الأبونا وسأله، قال له يا ابني بس هيدا يلي عم تعمله أنت هيدا منه صلاة، يعني إنه ما فيك هيك تفوت تقول مساء الخير يا رب وتفل وتحسب أنت حالك إنه أنت صليت، هيدا منه صلاة. هيدا الرجال حد راسه بالأرض وقال له للأبونا، يا أبونا ما تواخذني بس أنا ما بعرف أقرأ وما بعرف أكتب وما حدا معلمني الصلاة، بس كل اللي بعرفه إنه هيدا ربي وإلهي ومخلصي، أنا عم فوت كل ليلة سلم عليه قبل ما أروح على البيت وأرجع أروح على بيتي. قال الأبونا، طيب يا ابني مثل ما بدك أنت، خليك على إيمانك الله يزيدك. وراحت الأيام. هونيك ليلة هيدا الرجال ما بيجي، تاني ليلة نطروا الأبونا كمان هيدا الرجال ما إجا. قرر الأبونا يروح يسأل عنه، سأل عنه عرف أنه هو مريض بالمستشفى، راح المستشفى ليزوره وخبروا أنه حالته كتير تعبانة، حاب يحكي مع حدا من أهله. قال لهم للحكمة بالمستشفى أنه مين في من أهله حدا أحكي مين عم يجي يزوره ما عنده حدا وهيك. قالوا له بالمستشفى لا أبدا ما حدا بيجي لعنده، ما في عنده أهل ولا قريبين إلا رجال واحد، هيدا الرجال بيجي لعنده كل ليلة الساعة 8. بس هيدا الرجال وجهه كله من نور، بفوت وبنسمعه عم بيقله مساء الخير يا ابني وعم بيضحك له، وهيدا الرجال بفل هيك عم بيزوره، هيدا هو الشخص الوحيد يلي عم بيزوره. بيقوم الأبونا بتدمع عينه بيطلع بالسما وبيقول بقلبه، ما أعظم حكمتك يا رب لحتى تعرفوا أنه الصلاة مش الكلمات يلي منقولهم ولا الكتب يلي منحفظهم ولا الأشياء يلي منتذاكى فيها على بعضنا، الصلاة هي حكم من القلب والرب بيعرف الباقي.